عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ عمرو عيد، مدرس اللغة العربية بمدرسة المعارف الثانوية. إن شاء الله النهاردة هنشرح درس أدب تانية ثانوي تحت مسمى الخطابة في العصر الأموي. أول حاجة هنبدأ بيها درسنا النهاردة إننا نعرف متى بدأ العصر الأموي ومتى انتهى. أولا، بدأ العصر الأموي سنة 41 هجرية بسيطرة معاوية بن أبي سفيان على الدولة الإسلامية، وذلك بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب. وانتهى العصر الأموي سنة 132 هجريا بقيام الدولة العباسية. تاني نقطة هنتكلم فيها النهاردة بدرسنا وهي عبارة عن أسباب إصدار الخطابة في العصر الأموي. وترجع أسباب إصدار الخطابة في العصر الأموي لمجموعة من الأسباب، وهي 1- تأييد الحاكم، 2- الصراعات الحزبية، 3- الفتوح الإسلامية، 4- المناسبات الاجتماعية. بعد كده هنتكلم على أهم أنواع الخطب التي ظهرت في العصر الأموي، ونرجع لمجموعة من الخطب التي ظهرت في العصر الأموي مثل الخطب السياسية، الخطب الاجتماعية، الخطب الدينية، الخطب الحفلية. بعد كده نتكلم على تعريف الخطب الحفلية أو يعني إيه الخطب الحفلية. الخطب الحفلية هي عبارة عن خطب تلقى في حفلات الزواج والولائم والأفراح والمناسبات اليومية والأعياد والمواسم. بعد كده نتكلم عن السمات والخصائص الفنية للخطبة في العصر الأموي، حيث ظهرت مجموعة من السمات والخصائص الفنية للخطبة في العصر الأموي، وذلك من حيث الموضوعات. ظهرت موضوعات جديدة مثل الإشادة بمحاسن الأحزاب والفرق والدعوة إلى مبادئها، وأهم هذه الأحزاب السياسية الحزب الأموي، الحزب الشيعي، الحزب الخارجي. وهناك أيضا مجموعة من الفرق الدينية التي ظهرت في العصر الأموي مثل الجبرية، القدرية، المعتزلة، الزهاد. كذلك أيضا وجود مجموعة من السمات التي اتسمت بها الخطبة في العصر الأموي مثل الألفاظ. اتسمت الألفاظ في الخطبة في العصر الأموي بالسهولة والبعد عن الغموض وملائمتها للمعنى. وأيضا من السمات التي اتسمت بها الخصائص الفنية للخطبة في العصر الأموي الأساليب، تنوعت وذلك بهدف جذب انتباه السامع وتحقيق الإقناع والإمتاع. وأيضا من السمات الفنية للخصائص الفنية للخطبة في العصر الأموي الخيال، حيث قل الخيال، وذلك لأن الخطبة تعتمد على المعاني المباشرة البسيطة التي يسهل فهمها على جميع الطوائف. ومن الخصائص الفنية أيضا للخطبة في العصر الأموي المحسنات، حيث حرص الخطباء على استخدام المحسنات البديعية وخاصة السجع، وذلك لتوفير نغمة موسيقية تطرب النفس عند سماعها. وآخر المحسنات أو الخصائص التي ظهرت في العصر الأموي للخطبة هي الجمل، حيث جاءت الجمل أحيانا قصيرة ومعبرة عن المعاني بإيجاز. وأيضا هيظهر لنا دلوقتي على الشاشة السمات والخصائص الفنية للخطبة في العصر الأموي كما وردت بالدرس، ياريت نحفظها كما وردت. وبكده يكون انتهى درس الخطابة في العصر الأموي. انتظرونا في دروس قادمة وفروع مختلفة للغة العربية، وما تنسوش تعملوا إعجاب واشتراك للقناة. كان معكم الأستاذ عمرو عيد، مدرس اللغة العربية بمدرسة المعارف الثانوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.